عصر جديد ورؤية جديدة هو الشعار الجديد الذي أعلنت عنه شركة جلوبال أوتو الوكيل الحصري الجديد للعالمتين بي أم دبليو الألمانية وميني كوبر، والتي تستهدف تعزيز حضور تلك العالمتين الفاخرتين في مصر. بي أم دبليو في مصر هي أهمية استراتيجية، ماركة كبيرة لها تاريخ، لها اسم. وجودها في مصر في الوقت ده وإعادة تدشين أو إطلاق الوكالة الجديدة علامة في الاقتصاد المصري. في مبادرات كتيرة جدا من شركة جلوبال أوتو، فيها العمل بالألواح الشمسية لتوفير الطاقة، وأيضا فكرة إعادة تدوير المياه. لا يخفى على الجميع أنه عندنا سكيرستي أو ندرة في المياه، وبالتالي كل المبادرات اللي لها علاقة بالسستينابيليتي وكل ما توجهت فيه الدولة في مؤتمر كوب 27 احنا حطناها قدام عينينا وبنحاول نطبقها وحنطبقها في المستقبل القريب ان شاء الله. كما تم الاعلان عن مهام التوزيع في خدمة ما بعد البيع في السوق المصري ورفع نسبة رضاء العملاء، بالاضافة الى اعادة اطلاق سيارات بي ام دبليو مجددا في مصر بعد غياب لاكثر من عامين، وزيادة انتاجها لخلق فرص عمل اكثر للعمالة المصرية. اليوم اعلننا عن اعادة تصنيع بي ام دبليو محليا ان شاء الله في يناير القادم، ونضيف خبرتنا مع المصنع اللي تمتد لاكثر من 35 سنة لتقديم افضل واجود الخدمات وباحدث الطرق. الشركة تعتزم استثمار 100 مليون دولار في مصر خلال الفترة المقبلة، كما سيتم اطلاق صالات عرض ومراكز للصيانة التي تستلزمها عند بدء المنافسة في السوق المصري. هبة الحديدي، الحياة اليوم.